قلت لكم الموضوع ارتفاع درجة الحرارة وتأثيره على الاقتصاد. سي حمدي حاشد خبير في المناخ، مرحبا بك، صباح النور، شكرا لتفاعلك معنا اليوم صباح في برنامج اكسبريسو. صباح الخير وسيم، ومرحبا بكل المستمعين على اكسبريس اف ام. شكرا ليك. اذا ممكن حاجة ما نخموش فيها ناتورالمون، ولا الناس كل متخممش فيها، اللي درجات الحرارة هذه عندها تأثير على الاقتصاد. مثلا اكيد راهو استهلاك الطاقة زاد، العباد تستعمل بزيد في الكليماتيزور، واكيد ما تفهم برشا تأثيرات ممكن ما تجيش هكا المخنا ديريكتومون. هذا اللي حبيت نرجع عليه معك. ف تو سامبلومون الفترة هذه حبينا نتعاملوا مع اون اكتواليتي بطرح اقتصادي، معناتها الاكتواليتي الناس الكل تحكي عليها، ودي زارتيكل ان بو بارتو اللي قاعدين نعيشوا في درجات حرارة غير عادية مقارنة السنوات السابقة، معناتها المعدلات اللي سجلناها في السنوات الماضية لنفس الفترة. شنو التداعيات هذه على الاقتصاد؟ حقيقة وسيم، نحن قاعدين نكتشفوا في مجموعة من العناصر معناها المرتبطة بالتغيرات المناخية، ومعناها كيفاش قاعدة تأثر على الاقتصاد. ثم كلمة ممكن قاعدة تظهر توا وقاعدة تاخذ في منهج كامل، اللي هو التضخم المناخي ولا الانفلاسيون كليماتيك. معناها اللي فما مثلا، معناها التقرير اللي نشرته الاس يو الجمعه اللي فاتت تقريبا اشار مثلا اللي نسبه التضخم، حجم التضخم المناخي على الميزانيه بتاع تونس معناها 0.9، معناها ممكن عام جاي معناها توصل حتى ال 1.4. هذا دان كوتي. من نوتر كوتي وسيم، معناها قاعدين نشوفوا في العالم بجمع، الهند معناها ما زالت تقريبا الثالثه جمعه على التوالي تشهد معناها درجات حراره مرتفعه برشا، معناها اللي هما اكتشفوا فما عنصر كبير برشا معناها اللي تو قاعد مسلطين عليه تو، اللي السخانه معناها قاعده تفسد معناها حتى في الريكولت اجريكول. المشكل هما ما عندهمش كاباسيتي تاع ستوكاج كبيره معناها في لي شومبر في غويفي، دوكو اللي يلموا فيه الكل بارتي منه قاعده تفسد، وهذا معناها باش ينقص من الكونتيتي المعروضه في معناها للبيع، وبالتالي معناها الاسواق مش تطلع شويه مش تاثر معناها على المستهلك. مش في الهند برك، الهند كوم ان اكزومبل، مي معناها باش تشوف انت وقت باش تصدر معناها باش تصدر معاك الانفلاسيون، باش تصدر مع برشا حاجات اخرى. كيف نحن هنا مثلا فوق ال 35 دوغري، معناها البدن يولي تاع الانسان يعيش في مرحله الاجهاد الحراري، معناها اللي تستلزم منه باش يقوم مجهود اضافي باش ينجم يعمل نفس الحكايه اللي كان يعملها في درجات حراره ممكن تكون منخفضه. بالتالي معناها باش نعمل السير هنا، باش نمشيو نحاولوا نكيفوا البلاصه اللي نحن عايشين فيها، معناها باش نولي نستهلكوا في طاقه، نستهلكوا في ماء، على الاقل باش نخلقوا نفس الظروف المماثله، وبالتالي هذا كله عنده تكلفه اخرى معناها. وهذا بطبيعه كيف معناها برشا عناصر اخرين، معناها فما انشطه اقتصاديه تنجم تصير في الهواء الطلق، معناها توا ولات تخطر بالحق معناها بدرجات حراره مماثله، اللي ولينا معناها نشوفوا معناها الحكايه هذه ولات في مرحله الخطر. وفما كيف تقارير وسيم اللي ممكن قاعده تربط توا درجات الحراره ومعناها تاثيرها معناها الصحي على الفئات الهشه، واللي ممكن معناها تسبب في حالات وفيات، وهذا معناها ممكن توا ماناش نعطيو فيه في قيمه اللي يستحقها، لكن معناها الحكايه قاعده تعطي في تاثيرات كبيره. وكيف وسيم ممكن في الايام التالي معناها راهو سجلنا رقم قياسي جديد معناها درجه حراره الارض اللي في شهر جوان المفروض ما نسجلوش، معناها درجات حراره كليماتيكه 16.8 عملناه تقريبا في الجمعه الاولى من جويليه، كيف سجلنا الركور ما سجلناهوش في 125 الف سنه 17.23، معناها 125 الف سنه ما سجلناش درجه حراره مماثله. وهذا كله معناها نشوفه في اللي معناها لي كور تاع التمبيراتور معناها ماشيين ويطلعوا، بالتالي معناها التاثيرات مش نقول لك امبريفيزيبل، مي قاعدين نشوفوا في تداعياتها قاعده تكبر وتكبر برشا، ومعناها ولازمنا معناها ديما ابديت للتقارير اللي قاعده تصير، خاطر ممكن تقرير يخرج عمناوي السنه يولي ما عجبها بالبرشا، معناها دي فاكتور يتبدلوا في المعادله هي تخلينا معناها نعملوا تحديثات معناها اللي قاعد يصير. امريكا معناها من فتره مش طويله برشا تقريبا 3 اسابيع تالي معناها خلقت بلاتفورم كامله، معناها كانت من توصيات معناها الحكومه معناها اللي بايدن معناها اللي قالوا معناها اسمها heat.gov، معناها heat.gov مربوطه تليفونات معناها المواطنين الامريكيين الكل في حاله ما تصير موجات حراره عليا معناها heat waves مثلا، يتصير لهم معناها يجيهم دي ميساجات باش يذكرهم باش يشربوا الماء، ولا معناها يتخبى معناها فك الاوقات الذروه لازمهم يتخباوا معناها ما يمسوش انشطه في الهواء الطلق، ولا كيف معناها كان فما ديكاب معناها ديورجونس معناها يكونوا متصلين بالهاتف. معناها هذا كله قاعدين نشوفوا فيه حقيقه يخوف برشا اللي قاعد يصير، وقاعد يصير بطريقه متسارعه جدا.
واضح. به بالنسبة للمعهد العربي للرسام والسيد، وزي في ريفيرونس مع تقبليكا وكنا تكلمنا عليه، معناتها اليوم يوري حتى تأثيرات متاع التقلبات المناخية ذي، معناتها على نسب النمو وحتى على التضخم. معناتها يقولوا ابخي بيان سور معناتها فما دوتر تيوري، معناها ذي الكل قراءات ودراسات. معناها اليوم اون شوز سور، لازمنا وقفة قدام هالتقلبات المناخية، لازمنا وعي. معناتها شنو اللي لازم نعملوه، شنو اللي نجم نعملوه؟ لازم نصير ناخذ الامور بطريقه جديه، خاطر مثلا نتعاملوا معها اللي معناها مرحله تتعدى، للاسف هي مش مرحله تتعدى، هذه مرحله جات باش تقعد، معناها المشكل باش تقعد فتره ماناش نعرفوا وقتاش بالضبط، معناها نجموا نتحكموا فيها ولا كيفاش نتحكموا فيها. بالتالي ولينا نحكيوا على التعايش، معناها او التكيف، مفهوم التكيف والمرونه المناخيه، معناها ريزيليونس كليماتيك. وهنا معناها نشوف فما مجموعه من على الاقل الاجراءات المستعجليه نجموا ناخذوهم على الاقل باش نحاولوا نوعا ما نتكيفوا مع الوضع هذا على الاشياء تاع الدوله والفلاحه بالاساس والامن الغذائي، خاطر معناها كيف كيف درجه الحراره هذه الكبيره والعاليه برشا، معناها راهي قاعده فما معناها محاصيل صرفنا عليها برشا ماء، صرفنا عليها برشا طاقه، صرفنا عليها برشا فلوس، برشا استثمارات، برشا دعم عند الدوله، في السيزون تاع الريكورت نتاعها قاعده تفسد. وهذا نشوفوه معناها في المناطق الفلاحيه، كونتيتي كبيره تاع طماطم طايشه، كونتيتي كبيره تاع دلع، تاع بطيخ، تاع غله، معناها هذاك الكل فما معناها الكاسبياج، معناها دي غوسوغ معناها قاعد يصير، واللي قاعده سخانه تساهم في الاتلاف نتاعو. هنا يعني لازم نعاودوا ننظموا معناها الاولويه الاقتصاديه نتاعنا والاولويه الفلاحيه، ونعاودوا نرتبوا مره اخرى معناها الخريطه الفلاحيه في تونس كيفاش لازم تكون في الشكل اللي هي فيه توا، ما نجموش نواجهوا بها المرحله الجايه. نقطة ثانية معناها تقريب الدولة ولات مستثمرة فيها برشا، معناها مشكلة الماء معناها اللي تقريب معناها اللي خصوص نتاعنا ما عادش يكفيه باش يغطيو حاجات الاستهلاك الوطني خلال الموسم الصيفي وحتى في فصل الشتاء. بالتالي معناها التوجه لمياه البحر، معناها لتحلية مياه البحر، لكن هذيك للأسف راهي عندها تكلفة طاقية طالعة برشا وتكلفة بيئية مضرة جدا في الوسط الطبيعي. معناها هنا لازم نخمو كيفاش، هو خيار معناش منه مفروض علينا، معناها فرضت الظروف علينا، لكن على الاقل خلينا يكون باقل اضرار بيئيه واقل استهلاك طاقي ممكن. هذا من جانب. جانب اخر، نحن كافراد بس لازمنا نتواجدوا اكثر، معناها باش نكونوا عندنا الريفلكس تاع ليكو كونسوماسيون، معناها الاستهلاك الايكولوجي، معناها كيفاش معناها باش نستهلكوا محليا، نحاولوا نستهلكوا حاجات معناها موجوده في الموسم نتاعها، حاجات ما فيهاش برشا امبلاج، خاطر كل امبلاج كالدبوزه اللي نستعملوها لوائح دراي فما سيرتان كونتيتي معناها نتاع انرجي ودي ريسورس ناتوريل تحطوا فيها، معناها بعد ما تكمل منها انت طيشها، معناها فما لازم نعاودوا نفكروا بطريقه اخرى، معناها بطريقه استهلاكنا. ومن جانب اخر كيف كيف معناها الخيارات البسيطه اللي ممكن بايدينا باش نحاولوا نخفوا نوعا ما نشد درجات الحراره، الكونسيس اللي ماشيين فيه الناس كل لي بارك اوربان ولا لي فوري اوربان، اللي معناها هذوما نحاولوا نخلقوا مناطق خضراء واحزمه خضراء وسط المدن على الاقل باش تحاول تخفف نوعا ما من شده درجات الحراره. واضح. موضوع مهم حابين نسلطوا عليه الضوء معناتها اليوم صباح في برنامج اكسبريسو، هو موضوع تلمو ينجم يطول معناتها ومتشعب، اللي حتى كي نعملوا تريتمون على الاقل باللو مينيموم كيما نقولوا، حابين نسلطوا الضوء على سيت اكتواليتي ساعه ربي معنا الناس كل، نهار سخون اليوم على الاخر معناتها، و معناتها دانكو قاعده تسخن وبرشا عباد معناتها ديما نذكروا يفوا افوار لي بون ريفلكس، معناها للناس اللي تسمع فينا وما تنساوش حتى الحيوانات تشوفوهم معناتها وكل، معناتها ديما نرحموا بعضنا ونرحموا رواحنا زاده، نسيسوا رواحنا حتى كي معناتها معناتها نردوا بالنا بيان ايفيدامون، معناتها لانه البيريود هذه معناتها باش تكون معدلات حراره اكثر من المعدلات نتاع العاده في نفس الفتره، وهذا الكل عنده تداعيات اقتصاديه كما كنتوا تسمعوا. باش نلخصوا في الاخر الكلمه ليك استاذ، نذكر مستمعينا احنا خيرنا لابخوش معناتها نتاع المناخ وخبير المناخ سي حمدي حشاد، وحبينا نحكيوا على ارتفاع درجه الحراره وتاثيرها على الاقتصاد. دونك باش نلخصوا نختموا، نعاودوا كيف ما قلت لك نراجعوا معناها الاولويه الاقتصاديه، معناها التوجهات الفلاحيه نتاعنا، خاطر معناها 80% من الغصوص نتاعنا ماشيين، الغصوص الادريك نتاعنا ماشيين للفلاحه، بالتالي ما عادش الوضع يحتمل باش يصير كاسبياج ولا سوء تصرف وسوء حكمه معناها في الموضوع هذا. بالتالي نحن مطالبين باش نعاودوا نهيكلوا الخريطه الفلاحيه في تونس، كيف كيف نعاودوا نرتبوا معناها
توجهاتنا في التوجه نحو الطاقات المتجدده ذات البصمه الكربونيه المنخفضه، زي خاطر فما توجهات للاسف للطاقات المتجدده لكن بصمتها الكربونيه مرتفعه جدا، وتبدا حاجه بصمتها الكربونيه مرتفعه معناها تساهم في الطقس اللي نشوفه فيه البر. ثالث حاجه كيف كيف معناها ممكن في سلوكياتنا نحن الاستهلاكيه نحاولوا نكونوا معناها عندنا العقليه او معناها الخلفيه اللي تكون استهلاكيه، معناها مش تكون تراعي الموارد وتراعي المياه وتراعي الطاقه في كل حاجه نستهلكوها ونبعدوا معناها على الجاسبياج. النقطه الرابعه اللي هي كما قلت معناها نستثمروا بكثافه في التشجير الحضري، معناها على الاقل الاحزمه الخضراء معناها لي بارك اوربان معناها المنتزهات الحضريه او الغابات الحضريه راهي من شانها تلعب دور عبارة مكيف كبير في وسط المدينة يحاول يخفض نوعا ما من شدة درجات الحرارة، وهذا التماشي اللي ماشي فيه مارسيليا وبرشلونة وأثينا، معناها فما برشا مدن في البحر الأبيض المتوسط مشات في التماشي هذاك خاطر التكلفة نتاعو مش تكون على المناخ وعلى البيئة ممتازة جدا. شكرا لك، شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو، عاودنا في الديكريبتاج نتاع موضوع مهم ياسر وباش نحكيو عليه أكثر وأكثر. شكرا لك السيد حمدي حاشي الخبير في المناخ. إذا ارتفاع درجات الحرارة وتأثيره على الاقتصاد، هذا كان موضوعنا، شكرا لك. وقعدوا معنا مستمعينا فاصل قصير ثواني وراجعين.